You said I used to be, but I tried, but I can't figure out. I've been next to you all night, I still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say yeah. I would want myself for the reason of it. I'll put you through hell just to know me, yeah, yeah. So sure of yourself, baby, don't get greedy. That you want it well. I see you eyeing me down, but you'll never know much past my name. Or how I'm running this room around and then I'm still half your age. Yeah, you looking at me like I'm some sweet escape. Obvious that you want me, but I said I would want myself for the reason of it. I'll put you through hell just to know me, yeah, yeah. So sure of yourself, baby, don't get greedy. That you want it well. He said, I'm just curious, is this for real or just an act? Can't tell if you love or hate me, never met someone like that. Tell me so crazy, did you know you got that effect? I said, let me check, yeah. I would want myself for the peace of me. I'll put you through hell, just to know me, yeah, yeah. طيب عليك اشوف فيكي ايه؟ ايه ده؟ ده انيميا ومحتاجة دم كتير جدا. اعمل ايه دلوقتي؟ وكده بيبي في خطر. انا لازم اقول الدكتور اللي هو كان اللي جابها ده هو فين. انا مش عارفه اي حاجه يا ربي. انا هطلع اقول للدكتور اللي هو جابها. روح قول له. روح قول له يا دكتور عايزه ايه رؤى. عارف الست اللي انت لازم تنزلها لي دي مين؟ اللي شعرها زي بنفسجي كده شويه وطويل ولابسه التيشيرت اصفر. مالها؟ هي عندها انيميا وهي حامل والبيبي في خطر. ايه ازاي؟ اه والله. طب هو في حد قريبها هنا؟ اه جوزها. طب هو فين جوزها؟ جوه في العنايه المركزه. ينفع تدخل يعني؟ اتفضلي ما جتش عليكي. طيب ماشي. هو ده؟ ايوه هو. ادخلي لو سمحت. اتفضلي. هو حضرتك مرات؟ لا مرات ايه؟ مراته ولا مراتك اللي شعرها بنفسجي كده وطويل قوي. مش طويل قوي يعني، بس هو طويل ولابسه تيشيرت اصفر. ايوه مراتي. هي كويسه؟ بص، هو حضرتك عندها انيميا وهي دلوقتي في دلوقتي هي قصدي هي دلوقتي عندها انيميا والبيبي في خطر. ايه ازاي؟ انا سلام عليكم. انت ليه دخلك؟ ما لازم نكشف عليه. ف لازم اقول بيبي في خطر ومراتك في خطر. ايه؟ طب هي عايزه، هي دلوقتي محتاجه ايه؟ محتاجه دم. دم؟ انا هتبرع لها. اولا قبل ما تتبرع لها لازم نكشف عليك. تكشفوا عليا؟ ايوه. تكشفوا عليا ليه؟ عشان عندك اي مرض. المرض طبعا عندك اي مرض ما ينفعش تدي الدم لانها تبقى في حاله خطر. مرض؟ عندك اي امراض؟ ها؟ لا ما عنديش. متاكد؟ ما عنديش اي امراض. يعني ما عندكش مثلا قلب، السكر، الضغط، اي حاجه؟ ما عنديش قلتلك. طيب ماشي. متاكد؟ ايوه متاكد. انا عايز اتبرع لها. تمام اتفضل معايا. ماشي. حضرتك امسك دول هيساعدوك جدا. هو قبل ما تقعد حضرتك، هو انت عندك فصيلتها زي فصيلتك؟ ايوه. هو حضرتك عارف سنين شفت فصيلة بعض قبل كده؟ طيب ماشي تمام. احنا نسحب 5 لتر كده. ايه؟ بهزر اكيد يعني 5 لتر. ايه هما لتر؟ طيب ماشي. ما تهزريش تانية يعني لو سمحت عشان نزلك تقيل جدا. حاضر اسف. اوه دوكم علي. انا اخدت دم كتير ولا ايه؟ مش مهم. او مش مهم ايه؟ يا دكتور اغمى عليه. ايه انت سحبتي لتر كام؟ لتر؟ لتر والله.
ده بيغمى عليه ما يكون عنده مرض. ايه؟ عادي هنا كده شكرا عكاز دخلتم هنا. بص اطلع برا، اطلع برا انتي، اطلع برا دكتك القرف. ثانية كده اجيب السماعة. ايه ده؟ عنده مرض ازاي اداله الدم؟ انا سألته قلت له انت متأكد؟ يا رب يا رب لازم هدخله العناية المركزة حالا. ثانية اجيب السرير. اه جيب السرير. تعالى تعالى اقعد هنا نام. ثانية اركب لك شوية محاليل. يا عيني والله ده تعبان جدا، ده في حالة خطر دلوقتي جدا جدا جدا. يا ربنا يقومك بالسلامة بقى. حطلك بقى الدم يا حبيبتي، هخبط شوية من ده. تمام بسم الله نرفع كمي كده بس كده. حلو قوي كويس يا جماعة. انا لاحظ ان العين اتأخرت. ايوة وجيسو هو دي غيرت صحيح شعرك ليه؟ مالكيش دعوة. بص يا جماعة احنا مالناش دعوة بالعيان، العيان هي محطة السم من الادم وكل ممكن تضرنا صح؟ ايوة فعلا احنا مالناش دعوة. ايوة فعلا احنا مالناش دعوة بيه خلاص، هي بقيت فحالة احنا بقيتنا احنا بحالنا. ايوة انا جيت. جيسو عملت ايه؟ انا رحت قلت لادم وقال لك ايه؟ ما عملش حاجة. يعني ما عملش حاجة؟ ما قالش حاجة، قعد يقول انت كدابة والبنات بتعملش كده وازاي ازاي. انا مصدقكيش، انا مش عارفة والله. احنا اسفين قوي يا جيسو، احنا كنا بنتنبس بيكي فيكي في كل حاجة. انا من زمان من كنت زي صحابي، بس انا متأكدة ان لينا حضرت السم. ايه انا شفتها بعيني يا جماعة الاثنين دول. ايوه بجد مش مذبحة العين خالص، ولا انا كمان. هي صراحة تستاهل، بس انت ما شفتش ليان. انا مشيت قبلها، انا ما شفتش اي حاجه. بس يا ترى تروحي فين دي؟ ممكن تروح تموت ادم، ما نعرفش بقى. هي اصلا خبيثه وسوسه. ايوه انا كنت شاكه فيها اصلا من الاول، وانا كمان، واحنا كلنا كنا شاكين فيها. طيب ياخد معاكم اتفضلي. شكرا. تسيرك حد جماعه انا طالعه، انا خارجه. خارجه فين؟ عايزه اشم هوا. الزراحة الزنا الصراحة مخنوقة جدا. طيب ماشي خلي بالك من نفسك. ماشي يا جماعة مش طفلة. هتقعدي قد ايه بره؟ هي ساعة ماشي شوية شم هوا. طيب ماشي ماشي باي باي. بجد المكان ده احلى مكان. ايوه خلينا شميت هوا بدل الكتمة في البيت دي. والله انا مش مصدق ان ليا انت عملت كده. بجد انا بجد مصدومة. ما يا ريت ما صدقتها. اه ايه ايه تعبيط؟ انت العبيطة. ايه؟ رقية؟ اوليفر؟ انت بتعملي هنا؟ انت اللي بتعمل هنا؟ ايه ده؟ انت اللي جابك؟ هو انت ورايا ورايا؟ لا مش وراك وراك، انت اللي ورايا ورايا. يا ربي. طب بس انت متخلف على فكرة. والله انت المتخلفة بقى. انا متخلفة ولا انت المتخلف؟ والله ما غلطان ان انا ساعدتك اول مرة. خلاص حصل خير. طيب ماشي. بقولك ايه؟ ايه؟ ايه رايك نقعد هنا شوية؟ نقعد؟ ايوه نقعد. والمشكلة مش تعالي. انت عاملة ايه؟ انا كويسة. وانت كويس؟ ما عرفتش اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ليان مالها؟ حطت السم الادم. ايه؟ حطت السم؟ ازاي يعني حاطط السم؟ حاطط سم الادم ليه؟ ازاي وليه؟ ما نعرفش، بس جيسو قالت لنا. جيسو مين؟ بنت كده معانا حالتها حكايتها طويله مش مهم تعرف، بس هي يعني قالت لنا انا شفتها بعيني. مش ممكن تكون كدابه؟ فين دليلها؟ دليلها مش عارفه، بس هي بتشوف عينها. ما انتوا لازم تشوفوا بعينيكوا انتوا مش بعينها هي، ممكن تضحك عليكم. مش عارفه بقى صراحه، بس انا بجد مصدومه ازاي يعني انت عامله كده. ما انا مش عارفه. خلاص خلاص سيبك. هو دلوقتي ادم كويس؟ احنا ما نعرفش اي حاجه اصلا. هي خرجت وبقالها 4 ساعات بره، ما نعرفش اي حاجه عنها. اه الدنيا اللي ليلت. عادي خلينا نقعد شويه. ماشي اوكي لو سمحت. ايه اتفضلوا تطلبوا اي حاجه.
عايزة حاجة اللي عندك، عايزة تاكلي رقاي. لا لا شكرا مش عايزة. لا لا تاكلي. لا اي حاجة مش عايزة اكل. هاتلنا اي حاجة، هاتي اكل اكتر اكل مشهور عندك لسه جديدة. ماشي. ليه بس تدفعش؟ لا عادي مش مهم. ماشي شكرا. العفو. شكرا يا اوليفر على الاكل. عفوا على ايه؟ ماشي اتفضلي كلي. ماشي. طعم حلو جدا. اي طعم حلو. المكان هادي. ايوه والديزاين بتاعه تحفه بجد. انا اصلا بحب اجي المكان ده وانا كمان، بس انا عمري ما شفت فيه. يعني انا باجي هنا تقريبا كل اسبوع. ما ممكن مثلا انت بتيجي في وقت غير الوقت اللي انا باجي فيه. هو انت مالك متوتره كده ليه؟ ما ليش. هو ادم عارف ان اللي انت بتشوفيني؟ يعني بشوفك يعني اللي انت شفتيه قمر لما انا صحيتك. مش فاكره. هفكرك. وانت مين يا عسل انت؟ روح شوف انت رايح فين. انا خايفه منه. اهدي اهدي ما تخافيش. في عايزين من هي؟ انت مالك انت؟ ايه تكون ابن اختها انت ولا خالها انت ولا؟ معاكي قولي. اهلا بيك. هو معلش سؤال. اتفضلي. هو انت فعلا ظابط؟ انا مش ظابط، انا مهندس، بس انا ضحكت عليهم وقلت لهم ان انا ظابط. اوه تمام. افتكرت. بس انا لسه ما قلتلهوش. ليه ما قلتلهوش؟ عادي مش مهم. تمام. يا لهوي دي لورا بتبتسل. طب وايه المشكله؟ مين لورا دي اصلا؟ اختي اختي. طب وايه المشكله؟ لازم امشي دلوقتي. ليه لازم امشي؟ هيقولوا لي ايه ده انت كنت فين؟ هقول لهم ايه؟ قولهم العادة ان انت كنتي قاعدة معايا. لا ما ينفعش يعرفوا. طيب ماشي. طيب انا نازل امشي دلوقتي. طب اقعدي شوية. لا لا اسفة جدا بجد، لازم امشي دلوقتي. انا اسفة، نتقابل مرة تانية. طيب ماشي مع السلامة. السلام شكرا. نفسي اقعد معاها اكتر من كده. اوه ايه ده انا فين؟ في حد هنا؟ اي حد؟ استاذة. انت صحيتي؟ ايه ده هو انا فين؟ حضرتك اسمك ايه الاول؟ اسمي ليان. حضرتك استاذة ليان؟ كويسة دلوقتي. هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ حضرتك قوم عليك وعندك انيميا. طيب مش فاهمة حاجة. حضرتك قوم عليك وبعد كده وديناكي كانت عايزة دم وجوزك اتبرعلك. ايه هو جوزك او اخوكي؟ مش عارف، انا عنديش اخوات. يبقى جوزك. هو كان شعره بني. ايوه ايه ازاي يعني؟ ايوه. طب حضرتك كويس؟ اهم عليه. اهم عليه ليه؟ مش عارفه، بس اللي بيغمى عليه تقريبا عنده مرض. ايه؟ ايوه عنده مرض. مرض ايه؟ القلب. ايه اصلا ما ينفعش وهو عنده مرض يتبرع بدم؟ هو اصلا يعني محتاج دم، مش هو مش يتبرع بدم. ازاي يعني؟ قلت ازاي امنعوه؟ ما انت كنت في خطر وبيبي كمان كان في خطر. طب هو انا هتطلع له؟ هتطلع له؟ استني انت رايحه فين؟ هطلع له. مالكيش دعوه بيا. مالكيش دعوه. طب استني قلت لك مالكيش دعوه بيا. انا هتطلع له. انا اطلع له. هو دلوقتي ما ينفعش. هو دلوقتي اصلا في العنايه المركزه. اهدي. هو دلوقتي بس ايه يعني؟ هو دلوقتي في العنايه المركزه ما ينفعش تطلعي له. لا ماليش دعوه، انا عايزه اطلع له. اهدي. صلي على النبي. على افضل والسلام. ايه على افضل صلاه والسلام. بصي دلوقتي هو في العنايه المركزه. لا ما يفوق. طب انا عايزه اشوفه. انا عارفه تقدر تخرج. عايزه اشوفه بعد اذنك. براحتك. انت اللي صح، مالكش دعوه بيا. فين جوزي؟ فين ادم؟ قول لي فين ادم عشان خاطري. هو دلوقتي في العنايه المركزه ومركز محلات كتير. ارجوك
دخلني ليه ارجوك؟ اتفضلي شوفي اتفضلي. شوف ادم ادم لا اتبرعت لي ليه؟ قلت لك لا بلاش حرام. استاذه ليان انت ما ينفعش. تعالي بس تعالي اهدي. هو ده دافع عليها مركزه وتعالي. هو لما يفوق هخليه والله يشوفك. مش هقدر. بس انت دلوقتي ليكي حد؟ مفيش غير ادم دلوقتي. ايه روحي انت تقدري تروحي دلوقتي. اقدر اروح؟ ايه ده تروحي بس دلوقتي وروحي. مش هسيبه. هو دلوقتي ما ينفعش اقعد في المستشفى. انت خلاص خفيتي وبقيتي كويسه صح؟ صح انت صح. يعني يعني طب مش ارجوكي لما لما يفوق رني عليا على طول. هرن عليك والله. حاضر. عين عيوني. شكرا. تعالي 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 تعالي. حاضر. ايوه حاضر. مين؟ بعرفك. استني استني انت اللي جابك؟ اللي جابني بيتي يا حبيبتي. بيت جوزي يا ماما. قصدي يعني ايه اللي اخرك؟ مالكيش دعوه. بس انت بقيتي مع جيسو ما تتكلميش معايا يا ورده. في ايه يا ريان؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ اتكلم زي ما انا عايزه. استو شوفي اسلوبك انت بس عامل ازاي. هكذا تعالي اتكلمي. ايه ده؟ ايه البت البرده دي؟ والله كان معها حق جيسو لما قالت كده. حطلتنا على الشغل يا ربي. مين؟ انا. اتفضلي. بقول لك ايه صح. تعالي اقول لك ايه. في ايه اللي حصل؟ عارفه ليان مالها؟ رجعت رجعت سالتي على حاجه؟ قالت له على اذنك وعايزه تكلمه شو وحش قوي. سيبك منها اصلا حراميه قصدي نصاب اسمها ايه مجرمه. ايوه يعني خلاص ماشي يا جاك. اه والله ما عندي شغل كتير قوي. شغل فين؟ في امريكا. هو انت ممكن مش بيتكم بتاعته هدوا عايزين عايشين في بيتنا؟ معلش ما هو لسه بيجيب لنا فلوس. وفين ابوك؟ برضو سافر بس انتوا كنتوا نايمين. اه يلا بقى مع السلامه. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا احسن فاضل شغلنين. ماشي مع السلامه. يلا يلا بقى. مين اللي بيتصل دلوقتي؟ الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. مين؟ انا الدكتور بتاع ادم. ادم مين؟ ادم مين؟ ايوه ايوه نعم. ماله؟ نعم عايز ايه؟ هو ماله كويس؟ استاذ ادم